مشان هيك شكرا كثير ماي. انت كثير محظوظ سيد ماهين لانه براتيبا بتكون زوجتك. يا عيني شو هاد؟ انتوا الاثنين كنتوا رومانسيين عن جد. وقت كنت عم شوف تفاهمكم ومشاعركم انبسطت كثير عن جد. انتوا الاثنين زوجين مثاليين ولابقين لبعضكم. مايا نحن مضطرين نمشي. ايه ماشي، انا وعم شوف وشك اللي رح يبكي اكيد ما رح امنعك. بس بتعرفي صحي انتي تغيرتي بس لساتك لذيذه. كثير تشرفت بمعرفتك وفرصه سعيده. وانا اسعد. يلا امشي. ليكو يا جماعه، براتيبا صاحبه الموهبه الخفيه بدها تروح، لازم ما نخليها تمشي. ماهين نحن آسفين بس ما فينا نخلي براتيبا تروح هلا. مثل ما قالت ما رح نخليها تروح، بدنا اياها شوي. ماشي يلا 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 انا بس معنا. يلا يلا, يلا لا تدللي علينا. تليفون براتيبا كان عم يرن. ١٥ مرة؟ سونيدي لا، خلصت البطارية هلأ وقتها؟ الو سيلفي، منيح انك دقيت لي. كنت عم حاول اتصل فيكم من زمان بس مبين انه براتي كتير مشغوله ومبسوطه مع رفقاتها لدرجه انه ما ردت علي. احكي شو صاير سونيدي. والله مو عارفانه شو اقلك بس يا سيلفي بصراحه الموضوع انه انا ما بدي احكي لك هلا. يعني انت بدك تسوق وتجي فما بدي ازعجك وانت جاي على الطريق. انت تعال على البيت بسرعه ووقتها بنقعد وبنحكي. قولي شو القصة؟ يا سيلفي انت تعال على البيت وبعدين منحكي. يا ترى شو صاير؟ غريب، شو هالهدية؟ جيتار. برافو. من قبل إذا ما أنت غنيتي كانت الحفلة مستحيل تطلع حلوة. لكن وهلأ أجبنا هاي الفرصة بعد كل هالسنين لحتى تسمعينا صوتك الحلو، فكيف بدنا نخليكي تروحي؟ هالشي مو ظابط أبداً، ما بتروحي قبل ما تسمعينا صوتك. لا ما فيني غني إذا بتريدي. كرمالي غني. لا رجاء أنا ما رح أقدر غني. حاجتك بقى ورجينا موهبتك. براتيبا براتيبا مايا براتيبا براتيبا راتيبا 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 راتيبا. قومي يلا رجاء انا غني يا وحده. يلا قومي يلا ارجعوا شوي. لك شو عم تعملوا؟ وقفوا كل شيء. نبضشه ما عم بسمعك شو عم تقولي. بتحبك انت، ليش مو حابه تفهمي علي؟ براتيبا هلا ما فيها تغني. زوجة لبراتيبا ما بيحب الاغاني والحفلات. براتيبا ما بيحب الاغاني والحفلات. هو ما بيسمح لها لبراتيبا تغني. بيسمح لها لبراتيبا تغني. We'll be right back.
ما كان ناقص غير هالحكي. قلتي لرفقاتك انك ما فيك تغني بسببي، ورفقاتك عم يحكوا بين بعض. ماهين ماهين، اذا بتريد بس حاول تسمعني شوي، انت فهمان الموضوع غلط. عفوا، انا عن جد اسفه، ما كان قصدي هيك. اذا بتريد ما تفهمني غلط. نحن بدنا نروح. بس يا ماهين انتظر شوي، تاخرنا كثير على البيت، عنا شيء ضروري لازم نروح. روحتنا ضرورية؟ شو في ماهين؟ أنا ناطرك بالسيارة. ماهين؟ براتيبا اسمعيني شوي، أنا بس كنت عم حاول زبط الوضع وما أنزعه. أنا بعتذر، مو بقصدي. خلص بعدين بحاكيكي، باي. ماهين شوفي اللي صاير شي بالبيت. لو انك وقتها رديتي على تليفونك كنت عرفتي شو اللي صاير. بس كيف بدك تردي ما كنت كتير مشغولة قاعدة عم بتحكي لهم عن المشاكل بينك وبين زوجك، صح؟ ماهين القصة ما أنا هيك أبدا، بترجاك حاول تسمعني وتفهمني. أنا اللي بترجاكي لبقى تحكي ولا كلمة. أخيرا وصلوا. يلا سونيدي هلأ وقت لعبتك. ايه حبيبتي، أنا عن جد آسفة، كتير خجلانة منك. أنتي بتعرفي سمعتي كتير منيح، ولا مرة صار هيك من قبل، يعني رجاءً اعذريني، وأنا ما رح أخذ منك مصاري هالمرة، أنتي زبونتي. ماشي، هالمرة سامحيني، خلص ببقى بحاكيكي بعدين. ماشي. قولي لي شو صاير لحتى جبتينا بهي السرعة. أنا آسفة سلفي، بترجاكي تسامحني، مع إنه ما كنت بدي دقلكن، بس شو ساوي؟ الوضع مو منيح وما قدرت اتحمل لحالي. قولي شو صار سونيدي، احكي كل شي بوضوح. سلفتي، بتعرفي قديش بحبه لان مول ولا مره زعلته، بس اليوم هو ورفقاته كانوا هون طول الوقت وشاغبوا بالبيت كتير، وشو بدي احكي لكم قديش عملوا مشاكل. انا حكيت معه وقلت له ليك حبيبي، مرت عمك كتير مشغوله وعامله خصومات والزباين جايين على البيت، لهيك لا تزعجني اليوم، بس ما كان يسمع مني، وهو ورفقاته سببوا لي خسارة كبيرة.